السلام الله عليكم أصدقائي ومتتبعي قناة سكويلا. اليوم إن شاء الله غادي نديرو صفحة 115 في إتانسيل مات بريميير أني كولاج. إذن إكزيرسيس نيميرو 5 وكعادتنا المعتادة، إذن فاصل ثم نواصل. اذا رجعنا لكم اصدقائي، اذا نمشيو نصاوبوا الاكزيرسيس ديالنا. اذا اكزيرسيس نيميرو 5 ريكوبي لا فيغور سي دوسو. اذا هذا الشكل نعاودوا النقل ديالو. بروميرمون تراسي لا دومي دروات ام بي، دوزيامون بلاسي ان بوين او دو لا دومي دروات ام بي كي نابارتيان با او سيغمون ام بي. كومونسون لي دروات بي ام اي ا بي، بلاسي لو بوين اف qui soit aligné avec les points, c'est-à-dire les points A et M d'une part et les points B et N d'autre part. Et dans le club, on a un arsmo de mes droites. Hachi, radin dirou, moubéachir. Et dans le chibou maïa, radin chioun, on s'abou, chèque d'yenne le ou AB. Et dans le arsmo, l'aoul, le moussakim d'yenne le ou AB. L'asbou, radin le moussakim. Moussakim AB. إذن A و B مزيان. إذن نأخذ واحد لو بوان N، شوفوا الشكل بعدا كيداير. إذن هنايا N وهنايا M، إذن هنايا N وهنا لو بوان M، إذن هنايا لو بوان N On a le point M. Mais on a d'abord recopié la figure. Donc, je vais vous dire ce que nous avons fait. Et donc, premièrement, on a tracé demi-droite M, B. Yani, qui est dans le M ou qui est dans le B. Mais qui est dans le B, yani, qui est dans le B. Donc, demi-droite qui est dans le M ou qui est dans le point B, mais qui est passé. Donc, on a la demi-droite MP. إذن غادي نكتبو الدومي دغوات ام بي هو هذا. الرمز ديال الدومي دغوات ام بي هو ام بي. فوالا مزيان. نمشيو دابا لبي شكون كتقول لينا. إذن هنايا بلاسي ان بوان او دو لا دومي دغوات ام بي كي نابارتيان با او سيغمون ام بي. إذن خصنا نوضعو النقطة او بحيث ما كتنتميلناش ياش لاش الام بي القطعة MP. إذن هنايا عندي القطعة MP والأو ما كتنتمي هي النصف المستقيم ولكن ما كتنتميش على القطعة. إذن نجيو مثلا نديروها هنا، هذه لو بوان أو. إذن ما كتنتميش للقطعة AB. فين هي القطعة AB؟ إذن هذه هي القطعة AB، من هنا لهنا هي القطعة AB. وأو ما كتنتميش يعني ما كايناش داخل القطعة. مزيان، حيدوا علينا هادشي اللي درنا. مزيان. اذا نمشي نشوفوا لا كيسيون سويفونت. اذا الاول صوبناه، الثاني صوبناه. دابا قال لك كومونسون لي دغوات بي ام و ا بي. اذا المستقيم بي ام و ا بي كيفاش هما عاملين؟ نمشيو نشوفوا الشكل ديالنا كيفاش عاملين هما. اذا كيفاش عاملين المستقيمات؟ عندي المستقيم بي ام، غادي نعاودو نطولو المستقيم بي ام ديالنا. اذا هذا هو المستقيم بي ام، نطولوه مع المستقيم AB. نعاود نطولو المستقيم AB ديالنا. إذا كيفاش عامل المستقيم BM؟ هو هذا اللي بالأحمر كبرناه، والمستقيم AB اللي هو بالأزرق. إذا مالهم؟ فوالا. إذا نديرو المستقيم، نكتبو المستقيم AB والمستقيم ياش BM مالهم؟ قلنا سون متقاطعان، سيكونت سيكونت. إذن هما متقاطعان في النقطة أون بي، إذن متقاطعين في لو بوان بي. تخي بيان. إذن نمشي نشوف الكيستيون سويفونت. إذن قالوا لينا هنايا بلاسي لو بوان اف كي سوا أليني افيك لي بوان ا ام دوطخو باغ من جهة، إي لي بوان بي ان d'autre part. Et donc, on va tracer le point d'un F, bien qu'il soit
أليني يعني مستقيم مع النقاط A و M من جهة ومن جهة أخرى مع B و و N. إذا نمشي ورسموها باش نشوفو. إذا قالوا لنا خاص تكون مستقيمية مع AM من جهة ومع BM من جهة أخرى. إذا غادي نرسم المستقيم ديالي اللي هو AM. إذا نرسم المستقيم وغنعاود نرسم المستقيم عاوتاني اللي هو AB. إذا التقاطع ديالهم النقطة ديال التقاطع ديالهم هي اللي النقطة F اللي هما قالوا لنا نقلبوا عليها. فوالا وهذه هي النقطة F، بحيث تحقق لي الشرط أن AFM مستقيمية كتنتمي لنفس المستقيم، في نفس الوقت N و F و B كتنتمي لنفس المستقيم. إذا نمشي لاكتيفيتي نيميرو 6. إذا إكزيرسيس 6، on considère la figure suivante. On a la figure là. Et donc, on a une A. Commençons les ABC. Et donc, A, B, C dans le plan. Qui fait ce que et donc, on a non aligné. Et donc, A, B et C ne sont pas alignés. Ne sont pas alignés. Aligné face là, ils forment un triangle. Et donc, il y a un triangle. Un triangle. Et donc, il y a un صافي قيتوا مزيان. أرى مسحوه هادشي كامل باش ندير السؤال الثاني وبقى لنا الاخر نجاوبوا عليه. مزيان. اذا السؤال الثاني ديالنا سيتي 3 بوين مالهم نو اليني. اذا عطينا ثلاثه ديال النقاط نو اليني فيغور. اذا شنو هما النقاط؟ عندي ا بي ياش او. اذا النقاط غير مستقيميه هما ا هنايا اش نديرو بي. إذن A و B و E. إذن حنا لقيناهم هادو ثلاثة نقاط غير مستقيمية. صافي هو الجواب B. ثالثا ركوبي و كومبليتي باغ أبارتيان و نابارتيان باغ. إذن هاد كوبي ركوبي هي اللي عندنا هنايا. غنقلنا هاد الشكل هذا ديالنا وغادي نقول واش E أبارتيان و نابارتيان باغ أو سيغمون بي سي. واش E كتنتمي للقطعة بي سي أو لا. غنجيو لهنايا حيدو دابا هادشي هذا اللي صابنا هنايا. صافي غادي نشوفو واش عندنا القطعة بي سي هي هادي. ملي كنقول بي سي القطعة يعني بحال هكا بي سي. إذن هادي هي القطعة بي سي. واش او أبارتيان القطعة بي سي؟ واش كاينة وسط القطعة بي سي؟ نو. إذن نقول نابارتيان با نابارتيان با. إذن غنجي هنايا وغادي نكتب نابارتيان با او سيغمو. اذا ما كتنتميش للسيغمو ياش بي سي. واخا غادي نمشيو بي بي. واش كتنتمي للسيغمو او او سي؟ ما كتنتميش للسيغمو او سي. ارا نحيدو باش نشوفو فين هي السيغمو او سي. عندي او سي هادي هي لو سيغمو او سي. هي هادي لو سيغمون او سي. واش بي كتنتمي للسيغمون او سي؟ وي كتنتمي ليها لانها فوق بي. اذا غادي ندير انايا بي ابارتيان يعني كتنتمي. صافي ابا ابارتيان لو سيغمون. اذا كتنتمي لو سيغمون ياش او او سي. فوالا كتنتمي للسيغمون او سي. اذا غادي نمشي للسؤال واش سي ابارتيان ولا ابارتيان با على دو مي دغوات او بي. اذا فين هو دو مي دغوات او بي؟ نحيدو هادشي باش نشوفو فين هو دو مي دغوات او بي.
demi droite EB, EB. Ah ouais, ada ouais demi droite EB. Ouais, ada ouais demi droite l'ensemble EB. شنو قالوا لينا؟ قالوا لينا واش سي كتنتمي لدومي دروات او بي؟ وي اذا ها هي سي تتنتمي لدومي دروات او بي. اذا غادي نكتبوا بان سي ابارتيان ابارتيان اذا سي ابارتيان لدومي دروات يس او بي. إذن هنا سي واش كتنتمي لدومي دغوات بي او. إذن نمشيو نرسمو دومي دغوات بي او. فين هو دومي دغوات بي او باش نعرفوه؟ بي هذا هو لو دومي دغوات بي او. إذن هذا هو دومي دغوات. واش لو بوان سي ابارتيان لدومي دغوات؟ نو. إذن غادي نكتبو نابارتيان با نابارتيان appartient pas à la demi-droite BC. Très bien. Même sur l'activité suivante. Et dans l'exercice numéro 7, A et B et C, مرحبا بيك في سكويلا طوب. اجي بعدا. واش درتي؟ لايك. واش فعلتي؟ الجرس. ولا تنساش اضغط على زر ابوني الى عجبك المحتوى ديال القناه ديالنا. السي سون 3 بوين نو اليني. اذا عندي ا و بي سي نقط غير مستقيميه. لا بيربونديكولير ا غير مستقيميه. راه نمشيو نرسموا هاد النقط غير مستقيميه. تنقالوا لنا ا و بي و سي نقط غير مستقيميه. راه حنا رسمناهم ا بي و سي نقط غير مستقيمية. مزيان. قالوا لنا لا بيربونديكولير ا بي سي باسون باغ ا اي كوب لو سيغمون بي سي اون اش. اذا نرسمو العمودي على البي سي والمر من النقطة ا كيقطع لنا البي سي فاش في النقطة اش. اذا هنايا غادي نحاولوا بانه لان مثلث قلنا غادي نرسمو العمودي على بي سي والمر من ا كيقطع البي سي في النقطة اش. العمودي على البي سي هو هذا. هذا العمودي على البي سي كيقطع لينا البي سي في النقطة اللي هي اش. مزيان. اذا هذه هي النقطة اش. هذا العمودي انا نمسحو شوية من هنا. اذا كيقطع النقطة في اش عمودي. اذا كاين واحد التعامد هنا. مزيان. تمشي شوف السؤال الموالي. اذا قالوا لي بريميرمون فيغ لا فيغور. انا رسمت الشكل ديالي. ثانيا سيتي لي تخوا لي دو تريونجل دو لا فيغور كي زون ان اونغل دغوا. اذا هنايا نحدد جوج ديال المثلثات اللي عندهم الزاويه قائمه. اذا فين هما هادو؟ اذا المثلث الاول بما ان عندنا هذا المستقيم عمودي على بي سي يعني كيشكل مع زاويه قائمه. اذا عندي المثلث هو الاول لدو تريونغل نديرو هنا. ثانيا شكون هما؟ هما ا اش سي مالو ريكتانغل ريكتانغل اون فين اش. اذا عمودي في لو بوين اش وعندي ا عاوتاني اش بي اللي تا هو ريكتانغل اون بوين اش. تا هو ريكتانغل في لو اش. اذا تا هو كيكون زاويه قائمه في نفس النقطه اش. اذا هنا ثالثا قال لي لا بيربونديكولير على البي سي اون بي. اذا العمودي على البي سي في النقطه بي كوب لا دغوات اسي او او. اذا العمود عليها كيقطع لينا الاسي فين في او. اذا قالوا لنا البيربونديكولير على البي سي. اذا العمودي على البي سي والمر من النقطه بي. العمودي على البي سي والمر من النقطه بي هو هذا. اذا هذا هو العمودي على البي سي والمر من النقطة بي. اذا كيشكل مع زاوية قائمة. قالوا لي كيقطع المستقيم اسي في النقطة او. اذا غنطول المستقيم اسي باش نشوف التقاطع ديالي. اذا هذا هو التقاطع ديالي. اذا كيتقاطع مع قلنا في لو بوين هذا لو بوين اللي هو او. هذا هو لو بوين او.
نمشي نشوف السؤال شنو كيقول. إذا حنا رسمناه كيقطع A سيف لو بوان E. كومونسون لي دغوات AH اي BE. إذا AH و BE كيفاش عاملين؟ نجوستيفيو لا ريبونس ديالنا. إذا عندي AH هنايا AH تمسحات، عندنا هنايا AH و AE. AE و AH كيفاش دايرين؟ AE و BE. BE AH. إذن ب هذا الاش هذا مع ب كيفاش دايرين؟ هما متوازيين ياك، باينين لنا متوازيين. إذن هما متوازيين غنبينو، غادي نقولو بان ب او نحطوها هي الاولى، نقولو بان ب او مالو مستقيم بيربونديكولير على المستقيم اش. هادي هي لا ريزولطا ديالي. دابا خاصني جوستيفي علاش هو. غنقولو بان لا دروات اش حسب المعطيات اون، نجي هنايا حيت شي وحدين كيكتبوها اون ا اش مالو بيربونديكولير على ياش على البي سي فين اون اش. هادشي السؤال الاول ديالنا. السؤال الثاني ديالنا اشنو لقينا؟ لقينا بان لا دروات بي او مال هاد بي او حتى هو بيربونديكولير على البي سي le point B en B. Ça fait maintenant les points C H B malom aligné. Sont alignés. Donc alors, on a dit alors, on a AH malo perpendiculaire parallèle H B E. Et dans parallèle, mais c'est perpendiculaire. On a fait le ou la donne les lois les anana à la parallèle, mais c'est perpendiculaire. وغادي نعاودو نكتبو كتابة ونقولو بأن أش راه هو باراليل. حنا قلنا باراليل وكتبنا بيربونديكولا البي. نمشي لاكتيفيتي سويفون. إذا إكزيرسيس ويت أ بي سي دي أن تريونجل تيل كو أ بي بيربونديكولار على أ سي. سوا إي لو ميليو دو أ سي، جي لو ميليو دو بي سي، فير أن فيغور أ. كومونسون لي دغوات، كومونسون لي دغوات. إذا غادي نمشيو نصاوبو الفيكور ديالنا. قلنا بأن أبي مالها عمودي على أسي. إذا ناخذ واحد القطعة اللي هي أبي، هاهي تسميها أبي، هادي أ بي. قلنا مالها عمودي على أسي. إذا غادي نرسم البيربونديكولير هو هذا، وغناخد لو بوان سي في ما كانت لو بوان سي، يعني تكون كتنتمي لهذا لي بيربونديكولار اللي كيشكل معايا زاويه قائمه. اذا هنايا سي، نرسم المثلث ديالي ا بي سي هو المثلث. مزيان، اذا انا رسمت المثلث ا بي عمودي على سي، رسمت المثلث. دابا غادي نمشي نشوف المنتصفات ديال القطعه. اذا قالوا لي ارسم بان اي هي منتصف ديال سي، عطاونا لو بوان اي هو لو ميليو ديال اسي، وقالوا لنا بان جي هو لو ميليو ديال بي سي. تمشي نصابو. اذا قالوا لنا بان اي هي لو ميليو ديال اسي، هي هادي اي، هادي اي. وقالوا لنا بان جي هي لو ميليو ديال بي سي، ديال ابي ديال بي سي. اذا ها البي سي لو ميليو ديالها هو جي. مزيان، اذا هذا هو لو جي لو ميليو ديالها. اذا غنمشي نشوفو لو فيغور حنا نشأناه. غنشوفو دابا الاسئله ديالنا. اذا الاول، السؤال الاول، كومونسون لي دغوات ا بي و اي جي. اذا لا دغوات كيفاش دايرين؟ المستقيمات ا بي والمستقيم اي جي. اذا غنطراسي المستقيم ديالي اللي هو اي جي. اذا هذا هو المستقيم اي جي. اذا غنقولو ا بارتير ا
à partir de figure, à partir de la figure, شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بأن اي جي لا دروات مالو باراليل لا دروات ابي. اي لا دوزيام كيسيون. اذا كي سون لي بوين اي جي مع اسي. اذا عندنا اي جي مالو قلنا باراليل ابي، هذا قلنا ا، دابا هنا بي. إذن عندي يا سيدي أسي مالو بيربونديكولير على أبي، إي أبي باراليل لإي جي، دونك عندنا إي جي مالو بيربونديكولير على اسي. اذا نمشي لاكتيفيتي سويفون. اذا اكزرسيس 9 ريبرودوير اون فري غرادور لا فيغور سويفون. اذا هذا الشكل غادي نعاودوه بالقياسات الصحيحه، فري غرادور يعني القياسات الصحيحه باش نعاودوه. اذا سيتي دو دروات بيربونديكولير دون لا فيغور، ومن منها غنسنجو جوج ديال المستقيمات متعامدين. ا فيريفي كو ا اي سون الينين، فيريفي بان ا و اي هذا مستقيميه، بي لو بوين او غادي نمشيو دقه باش ما نطولوش عليها. نعاودو رسمو الشكل. اذا باش نعاود نرسم الشكل غنبدا بزاويه بزاويه. جيد، اذا غنبدا بالزاويه الاولى. اذا اول غادي نرسمو الزاويه الاولى. اذا ها الزاويه الاولى عندنا او، قياس ديالها شحال 65 درجه. اوكي، اذا هذه الزاويه، هذه الزاويه الاولى هي هذه، قياس ديالها 65 درجة. نعطيو الأسماء ديال الحروف. عندنا هنايا أو، وهنايا إي، وهنا لو بوان سي. إذا هادي 65 درجة. دابا غادي نمشي ننشأ الزاوية الثانية ديالنا اللي هي شحال، دارو ليا سين هنا سامبول، اش كيعني؟ كيعني بانها 90 درجة، زاوية قائمة يعني 90 درجة. اذا 90 درجة غادي نرسم الزاوية ديالي اللي قياس ديالها 90 درجة. اوكي، اذا هذا هو قياس ديال الزاوية 90 درجة. مزيان، اللي هي النقطة هنايا، النقطة بي. مزيان، اذا حنا رسمنا 90 درجة. اذا بقات لينا اخر زاوية اللي القياس ديالها شحال، 25 درجة. إذا القياس ديالها 25 درجة، كتبو 25 درجة. طب إذا هذا هو القياس ديال الزاوية ديالي 25 درجة، واللي كيعطيني النقطة أ. مزيان، إذا أنا عاودت الشكل فري الشكل. دابا غادي نجاوب على الأسئلة ديالي. إذا أول سؤال قال لي سيتي دو دغوات بيربونديكولار، إذا نعطي واحد جوج ديال المستقيمات اللي هما مالهم بيربونديكولار متعامدين في الشكل. اذا المستقيمات ديالي متعامدين في الشكل هما، اذا غندير ثانيا لي دو دغوات اذا تكون هما هاد لي دو دغوات. اذا المستقيم عندي هو بي اي بيربونديكولار على المستقيم اللي هو اس. علاش؟ لانهم عندهم واحد لونغ اللي هي 90 درجه، هي هادي. اذا نمشي السؤال الموالي. اذا قالوا لي فيريفي كو لي بوين ا اي اي او سون اليني، اذا غادي نفيريفي بان هاد النقاط هادو في ثلاثه مستقيميه. اذا باش نفيريفي بان مستقيه خصني نحصل على الزاويه المستقيميه قياس ديالها 180 درجه. مزيان، وغادي نكتبو ثالثا، قلنا باش نفيريفي بان ا اي اي او اليني، اش خاصنا نفيريفيو؟ بان اللونغ نديرو هنايا سي اي او، غنزيدو عليها هاد الزاوية هادي، غادي نزيدو عليها الزاوية سي اي بي،
وغنزيدو عليها الزاوية بي اي ا. ها هي بي اي ا. اذا شحال كتساوي الاولى 65 زائد الثانية 90 زائد الثالثة 25. اذا المجموع ديال الزوايا كيعطيني 180 درجة. دونك لي بوان سون اليني، لي بوان سون اليني، اذا النقاط مالها مستقيمة. صافي مزيان، اذا مفهوم كتابة، نتوما راه سمعوا الهضرة ديالي. مشي السؤال اللي مورا نشوف شنو كيقول. اذا قالوا لنا لو بوان او ابارتيان-تيل على لا دومي دغوات، واش كينتمي لدومي دغوات اي او. فين هو دومي دغوات اي او؟ اي او. اذا نجيو نتراسيو هاد دومي دغوات، دومي دغوات اي او هو هذا هو دومي دغوات اي او. هذا واش الاو كتنتمي ليه؟ نو. اذا او نجيو نكتبو بان او مالها نابارتيان با، نابارتيان با، كملو ديك نابارتيان با على دومي دغوات appartient pas à la demi-droite, yes, et A. Ou est-ce que vous avez dit A ou la A? Vous avez dit A. Et 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 A. إذن خاصنا نرسمو الموازين هاد النصف المستقيم اي بي مالو والمار من نقطة ا واللي مار من نقطة. إذن أنا بغيت نرسم أنا الموازي اش خاصني ندير؟ إذن خاصني نرسم العمودي، العمودي على النصف المستقيم الاي بي. غادي نرسم العمودي على النصف المستقيم اي بي والمار من نقطة كيما هكا فوالا. ومن بعد رسمو العمودي على العمودي والمار من النقطة أ. إذا غادي نرسمو العمودي على هذا والمار من النقطة، من النقطة أ، باش يعطينا هو المستقيم الموازي للنصف المستقيم إي بي. مفهوم؟ إذا هذا هو المستقيم اللي رسمناه. إذا التمارين ديال اليوم سهلات. إذا كنتمنى أنكم فهمتم مزيان لوكور، وأنا ما كنبغيش نطول الفيديوهات يكونوا فيهم الساعة ساعة إلا ربع، راه الدراري كيعكزو. اذا الصفحه 115 ساليناها بالشرح ديالها بكلشي ليها. الا كان شي حاجه ولا شي حاجه شي مشكل كتبوه في التعليقات. اذا ما تنساوش انكم ديروا لايك تحفيزي للقناه، راه ما حدكم نتوما كديروا لايك وحنا كنزيدوا القدام، راه الا ما درتوناش راه كنفشلوا. اذا خليناكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.